طفلة بعمر أشهر يمكن شهرين ونص أو ثلاثة مصابة بإسهال، قام ذويها بمراجعة المستشفى. هنا قرر الطبيب إعطائها إبرة. تم ذلك، عادت العائلة إلى المنزل، إلا أنها وبعد ساعتين بدت حالتها تسوء وجسمها زرق الطفلة. عادوا بها إلى المستشفى، أدخلت إلى الطوارئ. حينها سألوا الطبيب عن نوع الإبرة فأخبرهم أنها لتوقيف الإسهال. دخلت الطفلة في غيبوبة حتى أن توفت. حسب رواية والد الطفلة أن هنالك مراوغة ونكران من قبل الأطباء يعني على موضوع الإبرة ونوعها، وحتى نكروا أنه نعطيها إبرة بعدين اعترفوا بالموضوع. حتى نطلع على معلومات أكثر في هذه القصة، خلونا نشوف هذا التقرير. والد الطفلة هشام، عيارة هشام، خذت بتي كل شيء ما بيها الساعة 12:30 بالوحدة بالليل مستشفى الأطفال مال كربلاء. خذتها فقط إسهال. والدتها قالت لي خلنا ناخذها، خاف يصير عندها جفاف. واحنا طبينا للدكتور، الدكتور قاعد أول ما طبق الطوارئ مال مستشفى الأطفال بالغرفة، الدكتور لا حط صبع عليها، لا شخص، لا شاف حالتها، لا قاعد يعني بدون ما يشوفها، واقفة الطفلة يم الباب كامشيها، وأنا أحكي للدكتور بدون ما أشوف أي حالة، يعني بدون ما شخص، بدون ما يعرف إيش بيها ما بيها الطفلة. قبل كتب لي علاج، رحت للصيدلية. أنا الدكتور مكتب لي علاج، يعني هواي قالوا لي تغير تعرف العلاج شنو. أنا طاب الدكتور ما طاب مثلا غير واحد، أنا جايبه يعالجها، يعني شوفه يحط كهرباء عليها قدامه يقول هذا قاعد يعالجها، أنا جايبه المكان الصح لازم. فكتب لي العلاج ورحت طلعت إبرة. قبل لا يعطيني الإبرة بالصيدلية قال لي سجلها، اكو هسه اسمها بالسجن موجود، سجلها. رجعت جبت الإبرة ضربها المضمد إبرة، طلعت أخذت الطفلة وطلعت. قال انتظروها نص ساعة، أخذتها وطلعت رجعت البيت. برا ساعتين الطفلة انتهت صارت زرقاء، شوي قامت تختنق، الحليب قام يتزوج حليب وياه، شلون البلغم، يعني حالتها فد مرة انتهت. خذتها ورحت رجعت للمستشفى، طبيت الباب الاستشاري مال المستشفى الأطفال. الدكتورة شافتها كتبت لي علاج وقالت لي قبل خذها للطوارئ. خذتها للطوارئ، حطوا لها أكسجين وحطوا لها مغذيات، حطوها عدتها بخير. رجعت لقيت نفس الدكتور اللي كتب لها الإبرة اللي أخذتها لها بالليل. قلت له دكتور الإبرة كتبتها أنت شنو هي؟ كان يقول أنا لا شايفك ولا كاتب لها إبرة، وأول مرة أشوفكم. من قلت لك كاميرات وأكسجلات سجلت بيه الحالة ورجع الكاميرات فلان ساعة أنا جايك، قال لي ضربت إبرة مال إسهال. مشينا على هذا الوضع، إبرة مال إسهال، قاعد يعالجون بها مغذيات وما أعرف شنو. لحد الساعة تقريبا هي بقت على الأكسجين، حد الساعة 11:30 الظهر رحت للدكتور اللي كان تابع حالتها الصبحية موجود مستشفى الأطفال. قلت له دكتور رضعها من البارحة ما راضعه، جوعانة الطفلة، قال عاد رضعوها. صدق رحت له ما قلت له رضعيها، رضعتها ببار شوية الطفلة شو اسمه خلصت الأكسجين مالتها، أنا أتوصل بيهم تعالوا بدل الأكسجين ما حد ما يجي، إجا ناخذ شي واحد حتى يمكن مو من المستشفى، يعني لبسه وهاي مو من المستشفى. إجا بدل الأكسجين، بين ما بدل الأكسجين بين ما أعرف شنو الطفلة اختنقت سدد بيها ماتت. أخذها الدكتور هيجي من المستشفى الأطفال، أخذها سوى تنفس اصطناعي، سحب اللي بداخلها كله، طلع الحليب كله اللي قطعته واقف على مالتها. اجاني نفس الدكتور اللي سالته قلت له تطيح حليب لو لا؟ كان يقول لي انت ليش تطيح حليب؟ قلت له انا استوني سالتك، وهاي الممرضه بصفك شاهده. كان يقول لا انا ما قلت لك. قلت له ايش سوى؟ قلت له انت روح رضعها عادي، يعني خلف الحكي مالته كله اختلف. المهم بقت الطفله داخله بغيبوبه من الساعه 12 لحد ثاني يوم الساعه 12. خلف الله على دكتور جانا ثاني يوم، كل ما اسالهم يقولوا احنا منومين، جاء ابره منوم على مود لا تتحرك الاجهزه، بقت على التنفس الاصطناعي على الكهرباء الجهاز. حد ثاني يوم اجى دكتور الصبح شافه، قلت له دكتور من البارحه اليوم هي كان قول داخله بغيبوبه، من البارحه داخله بغيبوبه، زين داخله بغيبوبه لو الدكتور الثاني قال احنا مطيها منوم، حاطيه على جهاز هذا لقيس النبض مالتها. جت الدكتوره تقول 60، الدكتوره بصفها نفس اللحظه تقول لي 75، الدكتوره جت وياها شافت ما متفاهمات بيناتهم تقول لي جهازي خربط، زين انا بنتي داخله بغيبوبه وبين الحياه والموت حاطيه على جهازي خربط لو 60 لو 75 ما فهمت شنو. قبل لا تموت بنص ساعه جاني الدكتور يقول لي عندها فتحه بالقلب وعندها سكر وعندها ذبحه بالقلب وعندها حموضه بالدم وعندها سكر هابط، عدد لي تقريبا بال 15 مرض. زين ذني من بالمستشفى الولاده من جت الدنيا ليش ما قالوا لي حتى عالجه؟ يعطون تقرير بيها من يجيبوها مستشفى الولاده من اخذتها المستوصف اكثر من شهر انا اراجع بيها لقاحات، ليش ما قالوا لي بيها هيك في شيء الطفله؟ شكون مثل الورد، هاي صورها وهاي كل شيء، عد تضحك تلعب كل شيء ما بيها الطفله، ليش من ضربه الابره صارت هيك؟ ونفس حالته قبلها باسبوع صار بنفس المستشفى، وبعد اسبوع راح اصير بنفس المستشفى وماكو لا حسيب ولا رقيب. رحت هناك برا ما توفت الطفله ادور على الدكتور، دفتين منه هاي ما اختفى الدكتور، ثلاث ايام انا اروح نفسه قاعد ويا المضمد وما اعرف شنو، كان ويا انا اشوفهم انا يومين بقيت هناك اشوفهم يقولوا لي من اعرفه، اطب للمدير اللي ما اعرفه، اطب ما اعرف شنو يقول لي هاك هاي استمارة مليها بيها شكوى، اقول للدكتور ما اعرفه، يقول لي عفوا اسمه غير المدير مال المستشفى غيرته، عندك سجلات وعندك جداول وعندك ما اعرف شنو، اروح للطوارئ نفسها ما يعطوني معلومه عليه.
اخر شيء لقيته الدكتور هو نفس اللي كتب لها الابره، لقيته يمكن بعد 3 ايام الساعه 12 بالليل طبيت المستشفى لقيته. قلت له انا ما عندي لا عندي شيء وياك ولا اريد منك شيء ولا اريد مواد ولا اريد تعويض ولا اريد اي شيء، بس اريدك تشرح لي سولف لي. كان يقول لي تعال تعال. خذني وين طببنا؟ رئيس الاطباء. من طبيت رئيس الاطباء سويت نفس المراجعه انا، هو راح على صفحه ده يكتب علاجات العالم، انا سويت نفس المراجعه. سالت رئيس الاطباء السلام عليكم السلام، قلت له عندي طفله عمرها شهرين ونص واسهال وتقيؤ خفيف، شنو اجراءاتك وياها؟ قال اول شيء افحصها، ثاني شيء اعطيها مغذيات عوض شو اسمه الاسهال صار عدد السوائل ما اعرف شنو، واشوف حالتها وراها. قلت له غير هذا تسوي هيك؟ قلت له هذا الدكتور بصفك هيك وهيك سوى قبل لا شخص حالته، وكاميرات المراقبه تشهد اذا الدكتور حاط اصبعه، لو الدكتور مشخصه وشايف حالته انا مستعد على كل حرف حكيته باي اجراء قانوني يريده، بس الدكتور لا شخص لا شاف لا فحص قبل كتب لها العلاج. وهيش طفله، انا اكثر من دكتور سالت، هيش طفله بهيج عمر عبره مثل نطي، شلون كتب لها الابره؟